ما تنسوش يا أصحابي تشتركوا في قناة روفي تي في وتعملوا لايك عشان يوصلكوا كل الحواديت والألعاب الجديدة. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في مرة في أرنوب عايش مع مامته أرنوبة وإخواته الأرانب الصغننين، كانوا دايما مبسوطين وفرحانين وبيحبوا بعض قوي قوي وبيحبوا مامتهم كمان، وكانوا بيروحوا يلعبوا جنب البيت بعد ما يستأذنوا من مامتهم. لكن الأرنب أرنوب يا أصحابي كان بيبعد عنهم ويجروا وراه ويروحوا يجيبوه، وكانوا يروحوا لمامتهم ويرجعوا يشتكولها ويقولوا لها: يا ماما الأرنب أرنوب بيسيبنا وبيمشي ويرضيكي كده وأنا بقعد أجري وراه. وأنا كمان يا ماما بقعد أجري وراه. إيه ده؟ هو أنا مش قلتلك ما تسيبش إخواتك وما تبعدش عنهم تاني برضو يا أرنوب؟ ما تسمعش كلامي. أنا بلعب يا ماما، بلعب مع الفراشات وبروح أجري وراها. أنا مش قصدي، أنا بلعب بس يا ماما. ما أنا قلتلك يا أرنوب قبل كده العب بس مش بعيد، لازم تكون جنب البيت. هو أنت عايز الثعلب ياكلك يعني؟ إيه لا 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 يا ماما، مش عايز الثعلب ياكلني. حاضر يا ماما، حاضر، الثعلب مش هياكلني، حاضر، هسمع الكلام يا ماما. والأرنوب يا حبيبي، يلا يا حبيبي أنا بحضر لكم الأكل أهو، آدي الخس. إيه ده مفيش جزر. روح يا أرنوب هات جزر بسرعة وتعالى من جنب البيت، اوعى تتأخر. حاضر يا ماما، انا هروح اجيب الجزر على طول، حاضر. وراح ارنوب يا اصحابي بسرعة علشان يجيب الجزر، لكن لقى اصدقائه الفراشات وفضل يجري وراهم ويقول: الله الله، فراشة حلوة، فراشة جميلة، الله فراشة ملونة، الله ايه ده، الله الله، تعالي هنا ريحة فين، انا جاي معاكي، الله فراشة تانية، الله فراشة جميلة، فراشة انا بحب الفراشات قوي، الله فراشة ملونة كمان، الله الله، استني يا فراشات انا هجري وراكم. ومثل ارنب الجزر يا اصحابي وجرى ورا الفراشات وتأخر كالعادة. وبعد شوية كل الأرانب إخواته راحوا علشان يدوروا عليه ورجعوا بيه، وراحوا تاني وقالوا لمامتهم: ماما ماما أنا لقيت الأرنب أرنوب أهو يا ماما، إحنا جبناه أهو يا ماما. ماما ماما أنا كنت بجيب الجزر يا ماما. جزر إيه؟ انت عارف بقالك قد ايه برا؟ حرام عليك، ليه كده يا ارنوب؟ تخليني زعلانة وخايفة ليكون اكلك الثعلب يا حبيبي. انا قلتلك هات الجزر من جنب البيت وتعالى، برضو ما سمعتش. معلش يا ماما، معلش، اخر مرة اخر مرة. لا انا قلت لازم اعاقبك، يعني لازم اعاقبك. أيوة إحنا هنخرج النهاردة نشتري حاجات ومش هناخدك معانا، هتقعد هنا في البيت لوحدك يا أرنوب. فعلا يا أصحابي الأرنوبة الكبيرة أخدت الأرانب ولدها الصغيرين وسابت الأرنب أرنوب لوحده في البيت عقابا ليه علشان مش بيسمع الكلام. أنا قاعد لوحدي أعمل إيه؟ طيب أعمل إيه وأنا قاعد لوحدي كده؟ طيب أروح أعمل أكل؟ طب أكل خس، هقعد أكل خس. يم 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 يم، الله. طيب أعمل إيه كمان؟ أعمل إيه؟ طب أفتح الشباك أبص هناك، طب أفتح الباب، طب أخرج شوية.
الله الله الله، فراشة تانية، فراشة فراشة، اهي الفراشة اهي، انا همسك الفراشة، الفراشة فراشة تانية، الله فراشاتي فراشاتي. طبعا يا اصحابي كلنا عارفين ان الارنب ارنوب كان بيحب الفراشات قوي، وكان بيحب الوانهم الجميلة، وكان بيجري وراهم، وخرج أرنب أرنوب من البيت. ايه ده؟ دي مامته قالت له ما تخرجش. ياه، الأرنب أرنوب برضو ما سمعش كلام مامته وخرج برا البيت، وفضل يجري يجري ويجري ورا الفراشات، وكان فرحان جدا جدا. وبعد ما مشى لبعيد كان الثعلب بيراقبه. ايوه، الثعلب واقف هناك اهو وشايف الارنب انه مشى بعيد عن بيته وانه لوحده ومفيش حد معاه. وقال الثعلب دلوقتي، الله الله، ارنب جميل وملزلز، ارنب يتاكل اكل، الله تعالالي يا حلو تعالالي. ها ها، ارنب ارنب، انا لو هجمت عليه هيجري مني، همشي شوية بشوية وهخش عليه بالخطة الأولانية. ها 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 ها، يلا يا حبيبي تعال تعال يا أرنوب يا جميل، انت يا أرنوب. والثعلب المكار راح لغاية الأرنب وقدم له نفسه وقال له، صباح الخير يا أرنوب. صباح الخير، انت مين؟ انا الثعلب حبيبك صديقك، انا بحب الفراشات قوي زيك يا ارنوب. ايه ده ايه ده، انت الثعلب، انت هتكني، انا هجري منك. هاكلك مين يا ارنوب؟ لا لا، انا مش هاكلك، انا هلعب معاك مع الفراشات يا ارنوب، وعشان تصدق تعال عندي البيت، عندي فراشات كتير قوي قوي، هفرجك عليها ونلعب سوا بيها. تعالى تعالى يا أرنوب، تعالى ما تخافش معايا يا أرنوب تعالى. وفعلا يا أصحابي، الأرنب أرنوب علشان كان بيحب الفراشات ولقى كمان إن الثعلب طيب معاه وما أكلهوش ولا حاجة ولا أذاه، راح وأخد بعضه وراح ماشي مع الثعلب وراح عنده البيت. ايه ده؟ مش ملاحظين يا اصحابي ان الارنب ارنوب مشي بعيد قوي قوي، مشي بعيد عن البيت، ومامته دلوقتي اكيد هتبقى قلقانه عليه. ما كانش بيفكر في اي حاجه، وكان بس بيفكر في الفراشات، وكمان مشى مع الثعلب. يا ربي، ايه اللي هيحصل يا اصدقائي؟ تفتكروا ايه اللي هيحصل للارنب ارنوب؟ بص يا أرنب، تعالى شوف بيتي حلو ازاي، شوف الفراشات دي كلها علشانك، هتلعب بيها لوحدك يا أرنوب، وهنعمل لك أكل دلوقتي جميل خالص، انت أكيد بقالك كتير بتلعب وعايز تاكل يا أرنوب. تعالى اما أعمل لك الأكل، أنا هحط المية تسخن، والمية تسخن جامد، وبعدين هنحط فيها الأكل الحلو الملزلز ده. يا أصحابي، الثعلب المكار كان بيضحك على الأرنب أرنوب وكان عايز يأكله وهو يبقى الأكل بتاعه، والأرنب ما كانش عارف حاجة ولا كان فاكر إن الثعلب ممكن يأذيه، ما كانش بيسمع كلام مامته. يا أصحابي، الأرنب أرنوب ما كانش حلو خالص دلوقتي لأنه بقى يسمع كلام الثعلب المكار. وفي الوقت ده يا أصحابي، مامة الثعلب أرنوب هي وإخواته كانوا ماشيين من جنب بيت الثعلب، وقالت لهم مامتهم، محدش يتكلم، أيوة وطوا صوتكم، محدش يقول أي حاجة بصوت عالي، احنا ماشيين دلوقتي جنب بيت الثعلب. وفعلا يا اصحابي، كلهم وطوا صوتهم وكانوا ساكتين. ايوه،
كانوا خايفين لحسن الثعلب يسمعهم ويخرج علشان ياكلهم. وفجأة سمعت الأرنوبة الكبيرة صوت ابنها الأرنوب وهو بيقول: الله الله، فراشة جميلة، فراشة حلوة، فراشة فراشة فراشة، يا فراشة يا فراشة، فراشة يا حلوة، فراشة جميلة، الله، فراشات فراشات. ايه ده صوت ابني، ايه ده صوت أرنوب. معقولة أرنوبي؟ ياه، أنا كده هعلي صوتي وهيسمعني الثعلب، أعمل إيه يا ربي؟ أعمل إيه؟ أنا هقولك يا ماما، أنا هخبط على شباك الثعلب، وهجري، وهو أكيد هيعوز ياكلني. يا حبيبتي، بس كده ممكن يكون في خطر عليكي. يا ربي، وكمان هيكون في خطر على أخوكي أرنوب. نعمل إيه يا ربي؟ ساعدني يا ربي. وبسرعة يا أصحابي نفذت أرنوبة الصغنونة الفكرة وراحت خبطت على شباك الثعلب وجريت على طول. طبعا الثعلب بص على الشباك وقال: الله الله، ده صوت سمين تاني اهو، أرنب جميل، الله، الحلة هتشيل اتنين، أرنب برا وأرنب جوه، تعالالي يا حلو انت، خليك يا أرنوب هنا لغاية ما جبلك حلويات من برا. وخرج الثعلب يا أصحابي علشان يروح للأرنوبة الصغنونة علشان ياخدها ويصطادها وياكلها هي كمان. وهنا أول ما خرج من البيت وقع في حفرة. إيه الحفرة دي؟ جت منين؟ أيوة، الحفرة دي عملتها الأرنوبة الكبيرة والأرانب الصغننين علشان يوقعوا الثعلب. وبسرعة حطوا عليه شبكة كبيرة جدا وغطوه وما بقاش عارف يتصرف. وجريت بسرعة أرنوبة الكبيرة على ابنها الصغنن أرنوب وقالت له: ابني حبيبي، ابني حبيبي. ايه ده ماما؟ انت جيتي يا ماما؟ معلش يا ماما، انا جيت هنا مع صديقي الثعلب. صديقك ايه؟ ده كان هياكلك يا أرنوب. لا يا ماما، لا. أيوة كان هياكلك. تعالى معايا برا، شوف احنا عملنا فيه ايه يا أرنوب. برا في ايه يا ماما؟ في ايه برا يا ماما؟ ادي اهو الثعلب اهو صديقك. ايه ده انتوا عملتوا فيه ايه؟ يا ثعلب انت عملتي ايه؟ هم عملوا فيك ايه؟ ده الثعلب صديقي يا ماما. يا ابني، ده كان هياكلك، اعترف يا ثعلب وقول الحقيقة. صديقك مين يا ابني؟ ده انا كنت هاكلك انت واخوك. شفت بقى يا ارنوب، والله يا ماما قال لي العب مع الفراشات وكان بيطبخ لي الاكل يا ماما. كده برضو يا ارنوب، انا زعلانة منك قوي. اديك شفت وعرفت لازم تسمع كلام مامتك. كده برضو يا ارنوب، انا زعلانة منك قوي. اديك شفت وعرفت لازم تسمع كلام ماما. أيوة يا حبيبي، أنا بحبك جدا، أنت وإخواتك الثعلب كان هياكلكم، مش أنا قلتلك ما تخرجش من البيت يا أرنوب. هاي يا أرنوب، هتبعد بعيد عن البيت تاني ومش هتسمع كلام ماما تاني. لا يا ماما، لا، ده أنا هسمع كلامك على طول وهفضل مع إخواتي زي ما هتقولي، هعمل
لا 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 يا ماما لا، ده انا هسمع كلامك على طول وهفضل مع اخواتي زي ما هتقولي لي هعمل. انا مش هسيبكم تاني ابدا يا ماما. انا مش هلعب مع الفراشات بعيد يا ماما. انا مش هروح في حتة غير اما تقولي لي. انا هفضل جنبك يا ماما ومش هثق في اي حد خالص، ولا الثعلب ياكلني ولا اي حاجة. انا زعلان قوي يا ماما ان انتي زعلانة مني. الحمد لله يا ارنوب ان انت كويس. ياه الحمد لله يا ربي، انا عايزاك بعد كده فعلا المرة دي تكون صادق وتسمع الكلام وما تبعدش بعيد. العب مع الفراشات والعب كمان مع اخواتك، بس ما تبعدش بعيد عن البيت. اسمعوا كلامي كلكم يا ولاد. وفعلا يا اصحابي الارانب الصغيرين سمعوا كلام مامتهم، وكلهم حضنوا ارنوب وكانوا فرحانين ان هو بخير ومحدش تاني هيبعد لبعيد. والأرنبة أرنوبة مع ولادها الصغننين جروا كلهم الثعلب، أيوة، علشان يودوه للأسد علشان يعاقبه. طبعا يا أصحابي كلنا شاطرين ومؤدبين وبنسمع كلام ماما، اوعوا حد يكون زي الأرنب أرنوب، اوعوا حد يروح لبعيد ولا اي حد يقول لنا تعالوا معانا نروح معاه. اوعوا ابدا 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 تروحوا مع حد ما تعرفوهوش، وما نعملش اي حاجة غير لما نستأذن ماما الاول، وما نعملش اي حاجة غير لما ماما تكون عارفة بيها. ايوة، وبكده نكون شاطرين ومؤدبين وماما وبابا يحبونا ونسمع كلام اخواتنا الكبار والصغيرين. اوعوا نضايقهم ولا نزعلهم ونكون مؤدبين. كلكم شاطرين وبتحب اخواتكم الصغيرين وبتلعبوا معاهم، ويا ترى مين فيكم اشطر واحد بيسمع كلام مامته وباباه؟ وتتا توتا وخلصت الحدوتة، واستنوني يا اصحابي في حدوتة جديدة ولعبة جديدة.